أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل جعل تمائم ابنه عزيمة لضيوف عنده، هل يجوز؟ علما أن ابنه الآن يبلغ 2 تقريبا. التمائم يعني عقيقة. نعم، عقيقة لا بأس إذا ذبحها تقربا إلى الله عز وجل بذبحها، فلا بأس أن يطعم منها ضيوفه، يتصدق منها ولو قليلا على المحتاجين. نعم.